السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطايا الكبرى في تنفيذ البيم أو تطبيق البيم، أول حاجة عدم وجود خطة لتنفيذ البيم. الخطة تنفيذ البيم اللي هي البيم اكستريشن بلان، دي حاجة أساسية جدا عشان نبقى عارفين ايه اللي المفروض يتعمل في المشروع. فبيبقى مكتوب فيها أهداف البيم، عملية التنفيذ هتتم ازاي، بروتوكول تبادل المعلومات، تحديد متطلبات البنية التحتية والأجهزة والهاردوير، تحديد كل واحد ايه المهام اللي مطلوبه منه وايه الصلاحيات اللي عنده. فده بيوفر وقت كتير جدا، وبيبقى كل واحد عارف المطلوب منه والحقوق بتاعته وهكذا. من احد الاخطاء الاكثر شيوعا ان يقول لك ان البيمشن بلان دي في المشاريع الكبيره. لا، من خلال خبره الواحد في مشاريع كتيره ان عدم وجود خطه سيء جدا. لو وجود خطه اساسيه بسيطه افضل بكتير من عدم وجود اي خطه خالص. ومفتاح البيم اكشن بلان البساطة، وان انت يبقى فيها كل المعلومات الأساسية وفي نفس الوقت ما تكونش طويلة جدا. يعني لو انت عامل حاجة طويلة جدا صدقني محدش هيعملها. لو انت عامل حاجة صعبة، لو انت عامل حاجة محتاجة تفكير كتير حاطط كل المعلومات هتبقى سيئة، انما لو هي مختصرة ومركزة على الحاجات الأساسية هتبقى كويسة جدا.